التهريب ظاهرة خطيرة تنخر بالاقتصاد الوطني على الشريط الحدودي الجزائري، دفعت بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة للحد منها، لا سيما بالولايات الحدودية الشرقية والغربية. فيه لجنة ولائية كما تعلمون سيدتي مكلفة بمحاربة التهريب، تخرج بصفة فجائية وصفة منتظمة برنامج معد مسبقا، ولكن طبعا كي نقول معد مسبقا أنه طوال العام في 3 أشهر الأخيرة نقص حوالي 37% تاع تهريب الوقود بالنسبة للكمية اللي كانت يعني في الفترة الصيفية. هناك بعض الأمور اللي يلجأ لها المواطنين لاكتساب العيش نتاعهم في غياب ممكن ذاك الوقت بدائل، لجؤوا إلى بعض الأمور كالتهريب كالتجار بالمخدرات. ولتجفيف منابع هذه الظاهرة تسهر اليوم مصالح الأمن لا سيما وحدات حراس الحدود والوحدات الإقليمية على تطبيق مخطط أمني واسع يضم حفر خنادق عملاقة لمنع مئات المهربين من العبور. بالنسبة للسنوات الأخيرة نقدروا نسجلوا نلاحظوا باللي كاين انخفاض في عدد القضايا تاع التهريب، وذلك راجع للإجراءات الأمنية اللي اتخذتها قيادة الترك الوطني في تعزيز ومراقبة الشريط الحدودي. ولا يقتصر الإشكال على التهريب فحسب، بل تعاني ولايات الجنوب على وجه الخصوص من معضلة الهجرة غير الشرعية، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية لبعض دول الساحل. L'Algérie a mis en place des dispositifs très très importants et particulièrement sur le volet humanitaire. Nous les prenons en charge, nous les soignons. Vous savez combien de cas de sida nous avons recensés au niveau de la wilaya de Tamanrasset et qui sont soignés au niveau de l'hôpital 1541. Nous avons fourni sur les 3 dernières années plus de 420 000 prestations de santé publique, de médecine générale et spécialisée au profit des subsahariens. المخطط الوطني لتهيئة المناطق الحدودية لا يرمي إلى الدفع بعجلة التنمية المحلية فحسب، بل يمنح الأولوية لتأمين أنجع لـ 12 ولاية معنية بالمخطط.